انا على التليفون واول مره مداخله واحد انا بموت فيه، بموت فيه كلاعب، بموت فيه كدم خفيف، وبموت فيه كبلد لانه يعني في كل حاجه جميله، بموت فيه انه مشاغب، بموت فيه ان دمه خفيف جدا جدا انا جدا. بدات اعرفه شويه. يلا قول لي. الو، اقول الو ولا اقول مين؟ قول لي اللي انت، قول لي. طب تعرف مين الاول؟ اوعى تقول غلط بس. هو احساسي سنجل سنجل. بس انت قلت كل الصفات بتاعت رضا والله سليم كلها. بس انا ما اعرفش، انا بقول لك يا كابتن، انا بقول لك انت قلت كل الصفات بتاعت رضا سليم، فهو اللي انت قلت عليه ده كله كابتن، وفوق ده كله هو لعيب كبير قوي قوي. رضا، حبيبي رضا، رضا كابتن شوبير، عامل ايه يا كابتن؟ وحشني بالذات. والله لو وحشتك بالذات. والله يعني انت بتقول توحشتك بالذات صح؟ توحشتك بالذات. توحشتك بالذات بالمغرب. انت بالمغرب ولا في مصر؟ لا انا في مصر. في مصر. ما سافرتش؟ لا لا ما سافرتش اخويا حسين. قاعد مبسوط هنا؟ الدنيا حلوه تمام هنا؟ لا الدنيا حلوه الحمد لله كويس. طب ايه سنجل دي؟ قول لي سنجل دي ايه؟ ادي اسبريسو سينجل كله سبريسو سينجل. هو كابتن، هو طول ما هو ماشي يفضل يقول سينجل سينجل سينجل. ازيك يا رضا؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ انا الحمد لله. اولا عايز تقول ايه لحسين الاول؟ اول حاجه اقول لي مبروك على البارح. حبيبي اخويا الله يبارك فيك، ولاعب كبير ومسيره موفقه ان شاء الله بالتالق حبيب. حبيبي اخويا الله يبارك فيك يا حبيب قلبي. رضا يعني انت وحسين بتتبادلوا المراكز، يعني انت بتلعب ناحيه اليمين ناحيه الشمال، وبيلعب ناحيه اليمين وناحيه الشمال، لكن اللي انا عارفه ان علاقتكم قويه جدا. هل المنافسه ما اثرتش ولو للحظه على علاقتكم مع بعض؟ لا لا لا، علاقتي بحسين الحمد لله كويسه، بس في الملعب كتكون شويه المنافسه بس. بس هو كيعطيني نصائح في الملعب وبرا الملعب. هو اخويا الكبير والله. نعم. هو جدع معاك كتير والله. والله خلاص انت بدات والله تعرف مصري دلوقتي يا رضا؟ لا لا الحمد لله. قول لي بقى، لما جه يحيى عطيه الله وجي اشرف داري، انت بقى بقيت العمده بقى اللي بتعرفهم بتفهمهم بتشرح لهم اكيد. ده بقى كابتن شوبير، انا كابتن عليهم. ايوه صح، هو كابتن طبعا. يا كابتن طبعا، هو كابتن عليهم طبعا. انت عارف نادي الاهلي الادبيه. طبعا طول عمرك انت الادب. يقدروا يتكلموا معاك؟ محدش يقدر يتكلم. يا رضا؟ لا لا ما فيش حد يقدر يتكلم معايا. كابتن عليهم. لا لا. مين كان اصعب في التاقلم؟ او مين كان اسهل؟ يعني مين اللي خدع الجو بسرعه؟ يحيى ولا اشرف؟ لا لا لا، اشرف خد تاقلم بسرعه، يحيى لي شويه. والله؟ يحيى تحس ان هو مكسوف على طول يا كابتن. مكسوف ها؟ تحس ان هو مكسوف على طول لحد دلوقتي. والله. لكن اشرف تاقلم بسرعه. طب طمنا على اشرف يا رضا، انا عارف انت من اقرب الناس ليه، طمنا عليه. اشرف ان شاء الله بعد ما رجعوا من الاجازه غادي يتمرن معنا، بس هو الحمد لله دلوقتي كويس. كويس ها؟ بيدير جلسات وبيتمرن لوحده. لا الحمد لله كويس دلوقتي. اموره كويسه. الحمد لله.